عموما لمزيد من التفاصيل حول هذين الاجتماعين تنضم الينا عبر الهاتف الكاتبه صفيه حمدي الصحفيه المتخصصه في شؤون مجلس الوزاره. مساء الخير استاذه صفيه، اهلا بيكي معنا في حلقه النهارده من خبر اليوم. خليني ابدا معاكي. اهلا بيكي يا دينا ومشاهدين. اهلا وسهلا. خليني ابدا معاكي بتوقيع بروتوكول التعاون، يعني الاجتماع الاول اللي تحدثنا عنه، الاول لاستخدام كارت الخدمات الحكوميه لتشغيل المرحله الاولى من بطاقه التامين الصحي، والثاني لبطاقه التموين. لو تحدثينا عن تفاصيل ما جاء في يعني اهميه البروتوكولات دي. بالضبط يا دينا، يمكن البروتوكول ده بروتوكولين تم توقيعهم، شهد توقيعهم اليوم رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع للحكومه، واللي بينعقد دوريا كل اسبوع زي ما احنا بنتابع باستمرار. البروتوكولين اللي تم توقيعهم هو يتعلق باستخدام الكارت الموحد، وده كارت بحيث ان المواطن يكون موحد عليه كافه البيانات الخاصه بالمواطن، الكارت التاميني وغيره، وده في اطار خطه الحكومه للتحول الرقمي وميكنه الخدمات بحيث للتسهيل على المواطن، ما يكونش فيه يمكن تقلل مشاكل الازدحام او الطوابير اللي ممكن ترتبط بان الاجراءات الروتينيه اللي بتتم في بدون ميكنة الخدمات. يمكن البروتوكولين دول بيتعلقوا باستخدام الكارت فيما يتعلق بخدمات التأمين الصحي وخدمات التموين، وده هيطبق بشكل أولي بالطبع في بورسعيد اللي بيطبق فيها، هي النموذج الأول لتطبيق كافة المراحل الخاصة بميكنة الخدمات الحكومية. يمكن كان في كمان بروتوكول تاني شهد رئيس الوزراء أيضا توقيعه اليوم، هو خاص ب تسوية المديونيات ما بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للطرق والكباري، وده يمكن في إطار يمكن احنا من العام الماضي وما قبله خطة الحكومة بتسير بيها لتسوية المديونيات وفك التشابكات المالية بين كل جهات الحكومة، وبمعنى يعني أبسط للمواطن ان ما بين الوزارات وجهات الحكومة في كل جهة عليها مديونيات لجهة أخرى. الحكومة من منذ عدة سنوات اتخذت اتجاه لتسوية كافة هذه التشابكات المالية بين كافة الجهات. نعم. اليوم كان هذا البروتوكول في إطار هذا الأمر. يمكن من الأمور المهمة في اجتماع مجلس الوزراء، وكما أشرتي لبعض الملفات اللي عرضها الوزراء خلال الاجتماع، كان في أيضا وزير المالية عرض مؤشرات الربع الأول للعام المالي الحالي. الربع الأول هو بيعتبر 3 شهور بتبدأ من شهر 7 إلى شهر سبتمبر. المؤشرات يمكن دي بتطمننا على الوضع الاقتصادي، واحنا رغم احنا بنتابع وبنشوف ان العالم مع ظروف كورونا وهو بيعاني من الوضع الاقتصادي، المؤشرات الربع الاول كما صدرت من الحكومه اليوم تطمئن على اننا مصر في مؤشرات الربع الاول حققت فائض اولي 100 مليون جنيه. ال 100 مليون جنيه بيعتبر فائض اولي، الفائض الاولي علشان التيسير على المواطن، هو عباره عن الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات قبل خصم الفوائد الخاصة بالديون. نعم. وده معناه أن الحكومة بتسعى لأن هي بتزود الإيرادات، عن يكون في دخل الإيرادات أكتر من معدل المصروفات اللي بيتم إنفاقها بالفعل. وضمن المؤشرات يمكن بيأكد على ده أن الإيرادات زادت 18.4%، المصروفات زيادتها كانت 11%. ده بيأكد ان احنا عندنا زيادة في الإيرادات اكتر من المصروفات. كمان يمكن نقطة مهمة في المؤشرات وهي عمر طب استاذة صفية، بس لضيق الوقت خليني انتقل سريعا على النقطة المتعلقة بمبادرة تتكلم مصري اللي استعرضتها وزيرة الدولة للهجرة. يعني لفين وصلت المبادرة طبقا لما استعرضته الوزيرة، يعني باختصار استاذة صفية لو سمحت؟ المبادرة بالفعل الوزيرة يمكن وفقا كما اشرت لعرض النهاردة، يمكن اكدت الوزيرة على ان في تطبيق بيبين باللغة العامية ويسهل على شباب خصوصا الجيل الثاني والثالث من شبابنا بالخارج. ويمكن الهدف الأساسي اللي تحدثت عنه الوزيرة إن هدف هذه المبادرة التوعية بمفهوم الدولة والأمن القومي، بحيث أن يتم الاعتماد ويكون في بيانات خاصة بالدولة يعتمد عليها شبابنا بخلاف الإعلام الخارجي والمعلومات المغلوطة اللي ممكن يتم تداولها. بشكرك شكرا جزيلا صفية حمدي، صحفية الكاتبة الصحفية المتخصصة في شؤون مجلس الوزارة، شكرا جزيلا.